هسيب المايك على استمياني. استاذة هدى، احنا يعني المبادرة احتراما لاستضافتنا ليها قلنا ما ينفعش الاطفال، استاذ ابراهيم دسوقي اقترح انه ما ينفعش الاطفال يخشوا المؤسسة ويخرجوا بدون ما يكون في حاجة ولو رمزية جدا جدا تفكرهم بالمؤسسة. فعشان كده يعني بنبدأ تكريم كل اللي يسمع اسمه يتفضل يجي يستلم هديته. هي هدايا بسيطة جدا لا تليق بقدر أطفال مبدعة بجد، لكن إن شاء الله هيكون في تكريمات أخرى وهو جه طفل تاني كويس جدا. فإن شاء الله الأيام الجاية هتكون في تكريمات مع كل المؤسسات والجمعيات والمبادرات اللي ممكن تطلق. فبالتالي بنستنى يعني شرفنا الأستاذ ياسين محمد. بس هي معلش هي حاجات رمزية يا جماعة. احنا ممكن تديها حاجة تانية. مش كنا عارفين سن الأطفال وده مختلف معاه. على فكرة أنا مش مع حضرتك، يعني الطفل حتى لو قريته واحدة كفاية إن أنت بتقيمه، فأنا بالنسبة لي التقدير لوحده ده حتى ذاته ده كرم من حضرتك، فعايزك ما تحسش إن أنت يعني عشان أنا امبارح بالليل اتصلت بأستاذ حميدي وقلت له يا ريت تعرف لي عدد الاطفال كام والسن بالظبط كام، هو قال لي من 6 ل 12 وما قاليش بقى اذا كان والله هو حضرتك ربنا يكون ان شاء الله اكتر من كده، وحياتك ما تقلقش نفسك على اللي هي تكون صديقه. الصديق العزيز الاستاذ فهد محمود، يلا تعالى يا عم فهد. خد الهدية التذكارية دي. استنى. أستاذة روبينا محمد. روبينا. الله دي حاجة. هي اختار. على فكرة لو ما جاليش هدية الألعاب دي أنا إذا سمحت ممكن نصور حتى عندنا الهدايا بالكاميرا. أنا عايزة عروسة. ليش ده؟ بالموبايل. يعني الصديقة جيدة. فين صديقتي جيدة؟ فين ضالك؟ مساوى الرحمة. طيب صديقي العزيز معاذ حسام الدين، فين صديقي معاذ؟ تعالى يا استاذ معاذ الصوت. صديقتنا مرام أحمد. مرام خدت كلمة النش. صديقتنا العزيزة نادين أشرف. صديقتنا العزيزة نانسي أشرف. يا نانسي. نانسي مكسوفة عشان هي قمر وكبيرة. بس هنديلك حاجة. على فكرة نانسي صغنونة وهتقعد دلوقتي فاكرة وتشوف الفاكرة بتاعتها عاملة ازاي. صديقتنا العزيزة شكراً حسين. صديقتنا العزيزة فين الحاجات الباقية؟ نانسي. يا نانسي. يا نانسي. أيوة. أنا عايز حاجة بدي أعمل. عزيزة فين شنو؟ تعالي يا شنو.
الله ايه الامر ده؟ ايه ايه ده قالي؟ ماشي يا جماعة ايه ده العجب؟ ايه ده العجب؟ لوجين صديقتي لوجين ايمن ايه لوجين؟ صديقة القمر الملكة النهاردة فين صديقنا العزيز أمير عصام؟ أميرة أميرة صديقنا العزيز أنا آسف 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 أميرة الهدية بتاعتي أستاذة هدى اللي حطيها لي لا هدى أنا هعيط دلوقتي تقولي كلمة بتاعتي ما يعرفش إن أنا بس أنا مستنيها الهدية يا جماعة علشان أنا عارف هدى هتطلع فإحنا هنديها العروسة الهدية الله خلاص؟ هنبقى نستمع هنا بس بتاعي؟ اه تاني